خد بالك يا احبائي ان سلطان دم المسيح هو سلطان ضد الخطيه على كل الوجوه وفي كل المجالات وحيثما واينما وجدت خطيه. بمعنى ان غفران دم يسوع اللي بيشفيني من خطيه هو نفسه خط الدفاع اللي انا حصد بيه قوه الشر عن نفسي. بس خد لي بالك ان غفران دم يسوع ما هوش ساتر من الحجاره احطه والدره وراه، ولكن غفران دم يسوع قوه حب. يعني لازم اتجه بالحب وبالغفران وبرش دم يسوع على الخاطي ومصدر خطية اللي بتجرحني، وهذا هو طريق الوحيد لأن أحتمي من الشر الآتي عليك. أقول لكم يا أحبائي، إذا ما كنتش عايز أو كنت مستكتر أنك تقعد طول النهار ترش دم يسوع في إشارة المرور وفي الدكان اللي بيسرقك وفي البياع اللي عايز ينهبك وفي الراجل اللي بيقابلك وفي الحرامي اللي في السكة وفي كل أنواع التعامل، فعليك أن تتوقع أنك طول النهار تكون بتتخبط بكل قوة الشر هذه، وعليك أن تتوقع أنه من المحتمل أنك بعد مش بس تتخبط ولكن أن كميات من هذا الشر تدخل جوه نفسك. شر المحيط بينا في العالم اللي إبليس بيحارب بيه عبيد الرب ليل ونهار ومغطي كل الخلية لا يمكن أن يهادن. يعني في حاجة اسمها إيه؟ أنا في حالي، لو أنت ما رشيتش هذا من يسوع هو هيهاجمك. يعني أنا إيه؟ إيه خليني أعمل عملية كبيرة اللي أنت عمال تقول يقول نار أعظم يشيل من يسوع على ده وعلى ده وعلى هي إيه الحكاية؟ الشر اللي حوالينا إذا أنت ما هاجمتهوش بدم يسوع هو مش هينهلك وهيهاجمك بقوة الشر اللي اوعى يغيب منك او يسلب منك او يتسرق منك التطلع الى دم يسوع، لان لو جاء راح منك هياخدك الى الياس ويقول لك خد عندك بقى. سواء في الشر اللي بيواجهنا من العالم المحيط ما عندناش سلاح تاني يا احبائي، ما عندناش قوه تانيه هنقدر نواجه بيها الشر بره وجوه. العالم الداخلي بتاعنا بره، العالم الجميل بتاعنا او اللي بنسعى ان يكون جميل اللي هو البيت الاسره والكنيسة والجماعة القريبة اللي عندها نفس الأغراض الجميلة، هذا العالم الصغير بتاعنا اللي بنسعى أن يكون جميل أيضا لسه إبليس بيحاربه، بيحارب أخوه وبيحاربنا وبيحاربنا ببعض، وهو أيضا محتاج جدا إلى رش دم يطعنا عشان خاطر ننقذ العلاقات وننقذ المحبة وننقذ البيت وننقذ العائلة وننقذ الشركة وننقذ الكنيسة وننقذ الوحدة على جميع المجالات وعلى جميع المستويات. أحبائي الشر جوايا، الشر في عالمنا الصغير اللي بنسعى أن يكون جميل، الشر في العالم المحيط بيه من بره ومن جوه، ناهيك بقى عن كل تفنناته، كل هذا لا حل له سوى الاحتماء بدمه. خلونا نخرج بوضوح أن نتطلع دم المسيح كالرجاء والمثال أمينة لشفاء أنفسنا من خطية، وأن نمسك به وبرش دمه كالوسيلة القادرة على تحرير الآخرين من الخطية ومن ثم حمايتنا وشفائنا من كل قوى الشر وتطهير العالم ووضع ساتر ضده وتحرير الآخرين كلما قدرت الرسالة أنها تعمل بسلطان دم يسوع. خلونا نتمسك أن احنا نمسك دم يسوع ونرش دم يسوع ونحتمي به ونرسل غفران دم المسيح على جميع الخاطئين وعلى خطايانا وعلى خطايا العالم وعلى خطايا اخواتنا، ونغسل بالدم كل قوى الخطيه اينما وجدت حيثما وجدت في كل مكان في الداخل وفي الخارج. المسيح له المجد، الاب والروح القدس معه، امين. يمكنك المساهمه في الخدمه عن طريق التبرع عبر الطرق الاتيه: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0-101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 0-10-66-16-66.
82-84. وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.